قضية سحب الجناسي أنا أقول لا أحد يفرح في السحب الجنسية، لأن إذا اليوم أنت تضحك باشر راح تبشي، وهو سلاح ذو حدين. المشكلة في جانبين، جانب سياسي وجانب قانوني. من الناحية السياسية أنا شخصيا أقول أكبر خطأ سياسي استعمال هذه الورقة سحب الجنسية. إذن أنت تشوف أن استعمال سحب الجنسية هذا خطأ وقعت فيه؟ أنا أعتقد أن سحب الجنسية من الناحية السياسية بشمولية، أنا ما أتكلم عن حالة معينة، بشمولية هذا خطأ سياسي، لأن هي يعني قضية إعدام سياسي وإعدام اجتماعي لشريحة من المجتمع. ولكن هناك جانب قانوني، إحنا عندنا قصور في قانون الجنسية، ولذلك قانون الجنسية يجب أن يتعدل. التعديلات اللي يفترض تدخل على قانون الجنسية بحيث تحمي الكويتي من قضية سحب الجنسية. هو أخطأ، أكو قضاء، سواء تقدر تعاقبه من ناحية القضاء أو تقدر يعني تعاقبه حتى إدارياً، مو شرط القضاء ترى. ولكن عمومية قانون الجنسية اللي وضع قبل الاستقلال 59 أعطى صلاحيات كبيرة للحكومة في تفسير بعض المواد، وحق في إيش؟ في سلب المواطنة من بعضها. هو هما الآن في الفترة الحالية ما سحبوا جنسية من كويتي بصفة أصلية أو بصفة تأسيس، سحبوا جنسية أو أسقطوا الجنسية من متجنسين، وهذا الحق وين يعطيه؟ القانون يعطيه. أنا أقول أعتقد أحمد جبر استخدم هذا الحق لأنه تتخذ نفس الشيء، الوضع الأمني كان متجنس، مهم بالتالي متجنس، يعني قانون الجنسية يعطي الحق للحكومة في السحب. أنا أقول التعديلات اللي يجب أن تدخل على قانون الجنسية أن من تعطيه الجنسية بالأساس الشروط للتجنيس يجب أن تكون متوفرة فيه. إذا توفرت شروط التجنيس بالشخص بعد ما تعطيه الجنسية انتهى، خلاص يصبح كويتي إلى أبد الآبدين. نعم يأتي الآن جوانب أخرى، حتى لو الخيانة العظمى في كل العالم، في أيام الحرب العالمية الثانية بين الفرنسيين والألمان، في كانوا فرنسيين متعاونين مع الألمان، أوكي، حاكموهم بإيش؟ تهمة الخيانة العظمى، انتهوا إلى إعدام وإلى سجن المؤبد. ولكن صفة المواطنة ما تقدر أنت تنتزعها منه، هو بالتالي فرنسي ولكن أخطأ بحق إيش؟ فرنسا. هو كويتي أخطأ بحق ايش؟ بلده الكويت. هل اللي تم سحب جناسيهم اخطاوا بحق الكويت؟ انا اقول اخطاوا. بس شنو هي العقوبه؟ هل هي العقوبه سحب الجنسيه؟ يعني تشوف انهم اخطاوا ولكن اي نعم اخطاوا بحق الكويت ولكن وجهه نظري. انزين ويمكن انا من اي ناحيه اخطاوا يعني؟ من ناحية السياسيه، من ناحيه تقليب الراي العام على الوضع السياسي وعلى التوجه العام للدوله وعلى عمليه الاستقرار السياسي في البلد. ولكن هل الجزاء هذا هو الجزاء؟ انا اعتقد الجزاء كان الحكومه عندها ادوات كبيره بما فيها حتى اغلاق القناه، خلينا نقول الفضائيه المملوكه لاحد يعني الاشخاص، كان عندهم هذا الحق بدون سحب الجنسيه. ليش؟ لأن تضر المصلحة العامة، والمصلحة العامة هي فوق كل شيء. فاليوم إذا تم سحبه من فئة ممكن تسحب من فئة أخرى، كما كانت بالسابق في فترة من فترات حكومة سحبت ناس الجنسية، ولكن هل هي كانت حل؟ أنا أعتقد ما كانت حل. نرجع الآن، هل هو الجنسية حل الحالة السياسية والوضع السياسي في البلد والأمني؟ لا أكيد مو حل، بس أوكي وين فبالتالي يجب أن نستخدم الحلول الأخرى. وين دوركم كنواب هالحالة؟ لا أنت إحنا نسأل، إحنا قلنا إحنا هل الجانب النائب ممكن نائب يبي يتحرك في هذا الجانب، هل هي مخالفة للقانون؟ أنا أقول لك مو مخالفة للقانون. هل هي من ناحية سياسية من حق هذا؟ أنا أقول لك رأي سياسي، هذا رأي سياسي، بس هذا حق موجود بالمواد القانون يسمح. الشيء الآخر، اللي اعترضوا على سحب الجنسية هم أخطأوا أو خطأ كبير في فترات سابقة، هم طالبوا الحكومة في سحب الجناسي من بعض الأشخاص،
فهذا الموقف ما يشفع لهم الآن. ليش؟ لأن أنتم كنتوا سبب. من كان يفترض أن تقومون في تعديل مواد الجنسية الكويتي بحيث لا يحق للحكومة، لا تحق للحكومة سحب جنسية من أي مواطن بعد إعطائه، لأن كل الشروط منطبق عليه. أنت في وقت لما كنت بالسلطة وكنت صاحب قرار طالبت من الحكومة سحب جناسي من بعض الأشخاص، اليوم الحكومة استخدمت نفس السلاح ضدك. هني يأتي وين؟ هني يأتي الرؤية السياسية والمصلحة الوطنية. البعض لما يقول أن لازم نطالع المصلحة الوطنية، مو اليوم أنا المصلحة الوطنية والظرف السياسي تساعدني فأكون قوي وعنتر على الآخرين. ممتاز. لا أنا أعتقد بعض النواب قال، أو حتى شخصيات بعض الشخصيات السياسية والإعلامية قالت أن هذا الإجراء هو إعادة هيبة الدولة. هل تتفق مع هذا الكلام؟ إعادة صحيح إعادة هيبة الدولة مو بالنسبة لواقع سياسي ها والوضع السياسي اللي نعيشه. ردت هيبة الدولة بالنسبة للشريحة كبيرة من الكويتيين هذين المتجنسين وعندهم رأي زين بالوضع السياسي، ولكن في مقابل سحب الجنسية لا يستطيعون أن يكون عندهم رأي سياسي، لأن أمامهم عصا غليظة تسلب منهم المواطنة الحقيقية.